كان على الفريق الجيش الملكي، فما كنظنش انه كاين شي مغربي اللي ما كيفتخرش بفريق الجيش الملكي، اللي هو فريق عريق وفريق كبير وقدم بزاف للكره الوطنيه والكره المغربيه. ويعني لا فريق الجيش الملكي ولا فريق الرجاء ولا فريق الوداد هما فرق اللي كبيره وكنفتخروا بها، وكاع الفرق المغربيه تبارك الله عليهم. بالنسبه للقضيه ديال القميص ديال الجيش الملكي، تلقيت القميص من عند صديق ديالي اللي كيلعب في الجيش الملكي، والقميص كان هديه يعني في خلال الفوز ديال الجيش الملكي بالبطوله الوطنيه، يعني كنظن السنه اللي فاتت ياك حفيظ العام اللي فات اكزاكتومون. وبحكم انني غادي نبرفورمي في الرباط، فكانت يعني تذكرت هذاك القميص وتقاسمته مع جمهور الرباط، وكنعرف شحال الشعبيه كبيره ديال الجيش الملكي في الرباط تماما يعني في المغرب كامل، فحبيت انني نتقاسم لهم هذا الحب، هذا الحب ديالي لفريق الجيش الملكي بحال كاع الفرق الوطنيه.